السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من ألو إيه علينا دولا وألو إيه، البرنامج اليومي على قناتي على اليوتيوب اللي بنتكلم فيه عن الصحافة الغربية، مراكز الأبحاث بتقول إيه عن مصر وبتتكلم إزاي عن الأوضاع في مصر. حلقة النهاردة عن تقرير أو تحليل مهم جدا في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، وهو معهد أمريكي لكبير أو الباحث الأقدم في المعهد اسمه بين فيشمان. وبين فيشمان الرجل ده كان مدير شمال أفريقيا والشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأمريكي قبل كده، وحاليا هو زميل أقدم في معهد نيويورك أو معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى. بين فيشمان بيتكلم هنا على أنه تدهور الاقتصاد في مصر بيوفر للولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الرئيس جو بايدن فرصة أنها تعزز نفوذها في مصر عن طريق تقديم مساعدات حل بعض المشاكل وطلب أو شروط للولايات المتحدة أو مطالب للولايات المتحدة من نظام عبد الفتاح السيسي. فبيتكلم الحقيقة على مجموعة من النقاط بالتزامن مع زيارة أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي. كلنا عارفين أنه هو جاي زيارة للشرق الأوسط، هيزور مصر، هيلتقي بالسيسي، هيلتقي بسامح شكري يوم 29 و30 يناير بكرة وبعده، وبالتالي في تحديات كبيرة جدا وفي فرصة للولايات المتحدة، ده بيقولها الكاتب. طيب نبدأ التقرير مع بعض. إيه التفاصيل؟ بيبدأ الراجل يتكلم على التحديات الضخمة والواقع، سرد للواقع الموجود في مصر سياسيا واقتصاديا. فاقتصاديا بيبرز بعض المشاهد. المشهد الاول هو انهيار العملة المصرية بقيمة 50% من فقدت 50% من قيمتها في 2022، وبعد كده وصلت انها فقدت 30% كمان من يوم 11 فبراير. بيتكلم على معدلات التضخم في البلد انها تجاوزت 21%، وارتفاع اسعار السلع، التضخم في السلع الغذائية تجاوز 40%، وبالتالي الناس بتعاني من ارتفاع كبير جدا في الأسعار. بعد كده بيتكلم على القرض الجديد مع صندوق النقد الدولي، وإنه القرض ده والشروط الموجودة والإجراءات القاسية اللي هيتم اتخاذها هتؤدي لمزيد من الاحتقان الشعبي، وهيكون في معارضة شعبية حقيقية موجودة. لكن بياخدنا في مشهد 11-11 أيام قمة المناخ، وبيقول كان في توقعات بتظاهرات شعبية لكن ما حصلش أي حاجة الحقيقة في الوقت ده. لكن على الرغم من ده الغضب والاحتقان زايد جدا على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير. بيتكلم بعد كده على بعض التحديات الخارجية اللي بيواجهها عبد الفتاح السيسي غير المشاكل الاقتصادية. فبيقول انه دول الخليج تحديدا هتقلل من مساعدتها، وهتربط المساعدات دي بإجراءات اقتصادية هياخدها النظام. ويمكن ده أنا اتكلمت عليه قبل كده في تغريدات تركي الحمد والتشريح اللي عمله، كلامه عن الفرعون وكلامه عن مصر الحالية أن هي لا هي ملكية ولا هي مصر اللي هي الجمهورية بتاع جمال عبد الناصر، لا الوضع سيء جدا. فهنا بين فيشمان بيقول أنه في مشكلة مع دول الخليج، مش هيدوله المعونات بنفس الكرم بنفس العطاء اللي كان موجود قبل كده، وبالتالي ده بيمثل تحدي كبير قوي لعبد الفتاح السيسي. بعدين بيرجع تاني يتكلم على مشكلة كبيرة قوي اللي هي كل الناس بتتكلم فيها دلوقتي، علاقة السيسي بالجيش، وهل هيخرج الجيش ولا لا، هل هيضغط على قوات مسلحة عشان يخرجها من الاقتصاد ولا لا. فدي برضو نقطة من النقط المهمة. بيتكلم كمان انه نظرية بيع الاصول اللي بتحصل دلوقتي، ويمكن ده ستيف هانك يتكلم معنا فيها في الحلقة اللي كانت من يومين، بيقول انه بين فيشمان بيقول في التقرير ان بيع الاصول بالشكل ده مش هيفيد القطاع الخاص، لانه هو بتتباع لصناديق سعودية اماراتية وقطرية، وبالتالي ده مش بيع لشركات خاصة، وبالتالي القطاع الخاص هنا مش هيقدر يقف على رجله يعني ويبقى مالي مركزه كده. أنا بس المدخنة بتاعت البيت مطلع دخان كبير، ده مش دخان شيشة ولا حاجة، ده دخان المدخنة بتاعت البيت. فهيعمل مشاكل كتير في قصة انه هو ده مش بيع للقطاع الخاص كويس، وبالتالي هو شايف انه بيع الأصول هنا لا مش هو ده اللي هيجيب الاستفادة الكبيرة للاقتصاد المصري. بعدين بينقلنا لنقطة اللي كلمنا عنها برضو الكام يوم اللي فاتوا، مصر أكبر من أن تفشل، أهمية مصر لأمن المنطقة. الحقيقة الراجل هنا بيفصل
في أربع محاور رئيسية. النقطة الأولى أمن المنطقة فيما يتعلق بأوروبا، الهجرة غير الشرعية، فيما يتعلق بموقع مصر الجغرافي، فيما يتعلق ببعض المصالح الخارجية، بيتكلم على الحفاظ على علاقات أمنية مع إسرائيل ودورها في الوساطة مع حركة حماس تحديدا في فلسطين. طبعا كلنا شايفين اللي حصل في القدس، العمليات، الاعتداءات الإسرائيلية اللي حصلت في جنين. واضح ان فيه الدنيا هتولع، واضح ان يمكن يبقى فيه عدوان إسرائيلي على قطاع غزة مرة تانية. فهنا بن فيشمان بيتكلم على الدور المصري اللي بيقوم بيه عبد الفتاح السيسي كل مرة بتحصل فيها عدوان إسرائيلي على غزة، التواصل مع حماس، الضغط على حماس، التفاوض مع حماس، وفي نفس الوقت علاقته بإسرائيل والحفاظ على أمن إسرائيل والحفاظ على علاقات أمنية مع إسرائيل. الجزء كمان اللي بيتكلم عنه وهو فكرة دور مصر في ليبيا، هو بيتكلم أنه المفروض مصر تبقى هي ضمانة استقرار الأوضاع في ليبيا، المفروض مصر هي اللي تضمن الأوضاع في ليبيا تبقى ممتازة. هنيجي بعد كده نشوف مطالب الولايات المتحدة ايه، لكن هو الراجل شرح المشهد الداخلي، بعدين طلع بينا فوق شاف الأوضاع، المشاكل الخارجية، العقبات، بعدين اتكلم على دور مصر في المنطقة، فبيتكلم على قصة ليبيا. طيب بيتنقل بينا لمرحلة الدعم الأمريكي. الولايات المتحدة في زيارة بلينكن، والأسبوع اللي فات كان مدير السي اي اي كمان كان موجود وقابل عباس كامل وقابل عبد الفتاح السيسي، هو بيقول ان هنا الولايات المتحدة ممكن تقدم للسيسي مجموعة من الأوراق، مجموعة من المساعدات. زي إيه؟ إحنا كلنا عارفين إن في مساعدات عسكرية اللي هي المليار و300 مليون اللي الكونجرس كان بيتكلم إنه عايز يربط 300 مليون فيهم يبقوا كونديشنال، يبقوا مربوطين أو مشروطين باحترام السيسي لحقوق الإنسان، وإنه الفلوس دي لا نحجب منها 75، لا نطلع الباقي، لا نعمل مش عارف إيه. في ديبيت جامد جدا بيتدخل فيه بلينكن وزير الخارجية بالكونجرس، بيعارض، بيتخانقوا مع بعض. المهم انه في مساعدات عسكرية، لكن بن فيشمان الكاتب هنا بيقول لا، الولايات المتحدة ممكن تدخل على خط مساعدات اقتصادية اكبر لعبد الفتاح السيسي، مش بس المساعدات العسكرية للقوات المسلحة. لا، وانا بتكلم ان الولايات المتحدة ممكن تقول له لا احنا ممكن نديك فلوس. طبعا في مشكلة في الولايات المتحدة، حتى السيسي نفسه قال انه في دول كبيرة عندها مشاكل في الديون ومش عارف ايه، لكن الكاتب هنا بيقول انه ممكن ده يحصل. النقطة التانية هي دراسة خيارات الاعفاء من القروض. يعني ايه؟ انا سألت روبرت سبرينبورغ في حلقة، في مقابلة عملتها مع الاسبوع اللي فات، الدول الغربية ايام حرب الخليج 1991 لما العراق غزت الكويت، مبارك لما اتدخل طلبوا اسقاط الديون عن مصر واسقاطوا ديون، فانتوا ليه الدول الغربيه مش بتسقط الديون عن مصر كورقه مساعده للنظام الحالي طالما هو بيحفظ لها مصالحها، طالما هو ضمانه لاستقرار المنطقه زي ما هم بيقولوا؟ فالراجل الحقيقه قال ان القياس يعني مختلف تماما. الدعم اللي حصل ايامها، حتى مصر هو بيقول مصر ما عملتش يعني حاجه ايام الحرب قوي، وبالتالي الولايات المتحده دلوقتي ما تقدرش تعمل ده ومش هتعمل ده، ولا الدول الغربيه عندها استعداد انها تسقط الديون عن مصر او تساعد مصر اقتصاديا. لكن هنا الكاتب بن فيشمان في التقرير ده بيقول انه الولايات المتحدة ممكن تعرض على مصر والله احنا هندرس خيارات الاعفاء من القروض. النقطة التانية كمان اللي ادارة بايدن ممكن تعملها للسيسي دلوقتي هي انها تخلي الاستثمارات الامريكية اسهل شوية في مصر بضمانات قروض. يعني برضو السيسي ياخد قروض من امريكا والولايات المتحدة تعمل له شوية استثمارات في البلد. لكن النقطة الاهم الحقيقة والاخطر في التقرير ده من اللي قالها الكاتب، هو بيقول ان ادارة بايدن ممكن تضغط على صندوق النقد الدولي بنفوذها الاقتصادي، ودي نقطة الحقيقة خطيرة. يعني اذا كانت الولايات المتحدة تقدر، واذا كان السيسي يقدر يتكلم مع بلينكن في حاجة زي كده، فهنا ده هيكون نقطة ممتازة. لكن خلي بالك الراجل هنا بيعمل لنا مقارنة ظريفة قوي، بيقولك في الوقت الولايات المتحدة ممكن تعمل ده، في المقابل عندها طلبات. اسمع بقى الطلبات وانت كده وانا بتكلم فكر، عبد الفتاح السيسي العشر سنين اللي فاتوا ممكن ينفذ ايه من الطلبات دي لو الادارة الامريكية عرضتها فعلا؟ فبيبدأ مثلا بابعاد مصر عن روسيا. بيقولك انه السيسي مسك العصاية من النص، تعامل بحذر مع الحرب الروسية الاوكرانية، ما ادانش روسيا، بالعكس عمل تسهيلات اقتصادية ببعض الموانئ للبترول والمازوت الروسي ومش عارف ايه، وكمان في قاعدة نووية روسيا بتعملها ب 30 مليون، محطة الضبعة محطة نووية مش قاعدة نووية،
وبالتالي لا، السيسي بيحاول ان هو يقرب من روسيا، في الولايات المتحده هتطلب منه انه يبتعد عن روسيا قدر الامكان، وانه ما يتورطش مع روسيا. في قرار روسيا خدته من فتره ربط الروبل بالجنيه في التبادل التجاري في محاوله لمساعده الاقتصاد المصري، كل دي اغراءات روسيه لازم الولايات المتحده تقدم قصادها حاجه عشان تطلب من السيسي انه يبعد عن روسيا. فدي اول نقطه. النقطه الثانيه هي التحذير من التقارب مع الصين. الكاتب هنا بيقول انه الولايات المتحدة هتطلب من مصر او ممكن تطلب من مصر انها تبعد عن الصين شوية. خلي بينك وبين الصين مسافة، ما تتورطش مع الصين في القروض عشان موضوع الديون المخفية اللي اتكلمنا عنه قبل كده، لان الصين بتصدر لك عمالة فانت كده مش هتحل ازمة البطالة، لان الصين مستثمر سلبي. فاكر الكلمة دي روبرت سبرينبورغ قالها معايا برضو في الحلقة الاسبوع اللي فات. الصين مستثمر سلبي. يعني ايه سلبي؟ يعني مش بيفيدك، مش بيفيد اقتصادك. هو بيقول لك انا عامل لك استثمارات ب 15 مليار، لكن الواقع بيقول ان انت مش هتستفيد منهم اي حاجه. لكن نيجي بقى للجزء الاخير، وهو المطلب الامريكي يمكن الابرز اللي الكاتب هنا بين فيشمان بيتكلم عنه، وهو حقوق الانسان. احترام حقوق الانسان عشان الرابطه بتاعه ال 300 مليون المساعدات العسكريه ب التزام مصر بحقوق الانسان. هو بيقول ان السجل بتاع السيسي الحقيقي في حقوق الانسان سجل سيء جدا، وهو من ابرز او من اكثر الحكومات انتهاكا لحقوق الانسان في العالم، وبالتالي دي حاجه هتبقى مشكله وتبقى معضله. لازم يتضغط السيسي بانه يعمل اجراءات اكثر ايجابيه، ويبقى يعني في موضوع حقوق الانسان ده بصراحه يحس شويه، يعني يبدا يطلع ناس، يعمل اجراءات فيها مثلا فتح مجال سياسي، فيها افراج عن المعتقلين، فيها تخفيف القبضه الامنيه. فالراجل بيتكلم على مجموعه من الظواهر وبيربطها بالفلوس بتاعه المساعدات العسكريه، لكن بيقول في الوضع الحالي السيسي عنده مشاكل اقتصاديه، امريكا عندها اوراق ممكن تلعب بيها، ممكن تضغط على صندوق النقد، ممكن تعمل كذا وكذا، في نفس الوقت لازم هتفرض عليه شروط، ودي فرصه سانحه السيسي ممكن يخضع ليها، السيسي ممكن يقبل بحاجه زي كده. وبتختم بعد كده بقصه ليبيا. إذا كانت مصر المفترض أنها تبقى ضمانة لاستقرار ليبيا، فلازم في نفس الوقت مصر تشوف وتعترف أن هي عائق دلوقتي لحل الأزمة الليبية. بيقول بين فيشمان الكاتب في التقرير ده أو في التحليل ده، أنه في 2014-2015 مصر عملت مغامرة بدعمها الخليفة حفتر، بعدين كررت القصة في 19-20 والاتنين فشلوا، ودلوقتي مصر بترفض الاعتراف بالحكومة اللي في العاصمة، وبالتالي مصر أصبحت عائق مش ضمانة استقرار، وده مش عاجب الولايات المتحدة، ده أمريكا مش حابة كده. أمريكا حابة أن مصر تظبط الأوضاع في ليبيا بشكل أو بآخر. الحقيقة تقرير فيه تحليل يعني منطقي جدا وواقعي جدا، وهو متزامن مع زيارة أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي للقاهرة والشرق الأوسط اليومين دول. هنشوف هل الملفات دي هتم فتحها فعلا؟ هل الولايات المتحدة تقدر تساعد السيسي اقتصاديا؟ هل الولايات المتحدة تقدر تفرض على السيسي الطلبات اللي هي عايزاها؟ وهل السيسي هيستجيب لده أو لا؟ تحدي جديد هنتابعه ونشوفه الأيام الجاية. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة، تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان توصلك كل الإشعارات. السلام عليكم.